عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، هل تعلم ما هي ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية للسنة العام الدراسي الجديد ده؟ مش عارف، خلونا مش عارف صح؟ طب أنا هقول لك، إحنا هنروح لدكتور سيد عطاء رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا يوسف، بيه ازاي الصحة؟ وحدك بالصحة والسلامة، كله تمام؟ تمام يا فندم. يا رب يبقى عام دراسي أكاديمي زي الفل علينا جميعا إن شاء الله وعلى مصر بإذن الله يا فندم. اللهم أمين. إيه هي الضوابط بتاعة تنسيق الدبلومات بقى؟ طبعا بالنسبة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية طبعا لهم فرصة في التعليم العالي، ده تشجيع ليهم. احنا طبعا المجلس الاعلى للجامعات مقرر لهم نسبة 10% في دخول الكليات اللي هي تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية. حلو. طبعا السنة دي برضو يعني حاجة مهمة جدا احب اقولها لاولادنا الطلاب، تم ان شاء الله باذن الله فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة. حلو جدا. دي بالنسبة لابنائنا الطلاب فيها جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل. دي الجامعات التكنولوجية الجديدة دي موجودة في مناطق من اسكندريه واسوان، يعني عندنا في اسكندريه، عندنا في بورسعيد، عندنا في محافظات الصعيد، عندنا في جميع انحاء الجمهوريه. وبالنسبه لطلب الدبلومات الفنيه فلهم فرصه كبيره جدا في الالتحاق بهذه الجامعات. جميل. يعني احنا بناخد حوالي 80% من اعداد المقرره في الجامعات التكنولوجيه من طلبه الدبلومات الفنيه و20% من طلبه الثانويه العامه. ده عشان نعطي فرصة لأبنائنا الطلاب للالتحاق بهذه الجامعات الجديدة، ودي فرصة كويسة جدا لأبنائنا الطلاب. كويس جدا. المفروض أنه باب التنسيق بيفتح وبيقفل إمتى؟ احنا ان شاء الله بالنسبه ليهم هم دلوقتي هنبدا يعني لهم امتحانات القدرات، لان برضو الدبلومات الفنيه لهم امتحان القدرات زي الثانويه العامه وزي شهادات المعادله. فان شاء الله باذن الله هنبدا لهم امتحان القدرات الثلاث والاربع والخميس القادمين في كليات الفنون الجميله، فنون وعماره، وكليات الفنون التطبيقيه، وكليات التمريض. ده طبعا دي في التخصصات المعينه. بالنسبه للتمريض اللي هيدخل القدرات دي الطلاب المعهد الفني للتمريض عشان يلتحقوا كليات التمريض. بالنسبه للدبلومات الفنيه الصناعيه بيقدموا في كليات الفنون الجميله وفنون التطبيقيه. حلو جدا جدا جدا، على وعسى باذن الله ولادنا يوفقوا وتكلل كل المساعي بالنجاح باذن الله. اشكرك جدا 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 يا فندم دكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق.